اليوم يوم كتير خاص. في هذا اليوم انولد رجل زلمة كان نور لعيننا. أوه شاف دلال غير شكل من أخوته. رح أبكي شكل من أولها. حبيبي كان ما شاء الله من أجمل الأطفال اللي انولدوا. كان كتير دايما مبسوط. من سبحان الله شخصية الإنسان بتنولد معه. فعلا كان دائما مبسوط، يحب يضحك، ما كان نكد نهائيا، على العكس كان دائما يلعب ومرح وفرح وإله كاريزما تبعته لحاله. شخصيته حبيبي. عشت أنا وياهم في البلاد 4 سنين، وهي منهم. دائما كان يتأتل هوليان دائما. أوه عاش أجواء البلاد، عاش عرشة زي ما انتم شايفين. فعلا ابن البلاد، طلقت زيتون وشوارع. كان أجمل أيام في حياته قضاها لليوم. وبتمر الأيام والصغير بيكبر، وأحلى شاب فيك يا فلسطين زيد.